طيب خلينا نروح لتقرير آخر، ووكالة فيتش سولوشنز في آخر تقرير ليها أشادت بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وقالت إنه قدر يحقق أداء قوي أثناء جائحة كورونا في حالة وصفتها الوكالة، خلينا نحط 1000 خط تحت وصف الوكالة، نادرة الحدوث. فإن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر يعود إلى بعض السياسات الحكومية والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية، بما يدعم القوة الشرائية للأسر المصرية.